دلوقتي بيتم التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور ولحد محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، والتشغيل التجريبي هدفه إن احنا نطمن على جاهزية مسار ومحطات المشروع قبل بداية التشغيل الرسمي. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع من سيادة اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق. صباح الخير سيادة اللواء، ولو تقول لنا أهم الملاحظات اللي تم رصدها في التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من القطار الكهربائي. صباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. هو التشغيل التجريبي دايما احنا بنبتديه للاطمئنان على الانظمه المتكامله للمشروع، بمعنى ان بنطمن على مسارات السكه، بنطمن على جاهزيه الوحدات المتحركه، بنطمن على جاهزيه الاشارات والتحكم، لان القطار ده بيسير بانظمه اشارات وبيتم التحكم فيه الحركه بتاعته بين المحطات وسرعاته ومعاملات الامان بتاعته عن طريق كذا مستوى من مستويات الرقابه والاشارات، وده الحاجات اللي احنا بنهتم بيها في اجراءات التشغيل التجريبي. طيب حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا وهي معدلات الامان، عايزين نطمن الناس. طبعا يعني كل وسائل الجر الكهربائي اللي بيتم تنفيذها في العالم كله وجمهوريه مصر العربيه معاملات الامان لها كذا معيار للقياس، بحيث انها ما تقلش عن 100%، سواء الوحدات المتحركه القطارات، سواء السكه، سواء المحطات، طرق الاقتراب للمحطات، كل هذه الانظمه المتكامله يجب الا يقل معامل الامان فيها عن 100%. طيب سياده اللواء، المرحله الاولى كم محطه اصلا؟ والمحطات دي بتبدا فين وتنتهي فين؟ بالظبط القطار الكهربائي الخفيف، وده أول مرة يتم تنفيذه في مصر، بيبتدي من عدلي منصور مع المحطة المركزية التبادلية اللي هي بتتبادل الخدمة مع نهاية الخط الثالث للمترو، مع قطار السويس، مع الأتوبيس الكهربائي إلى المطار، مع السوبر جيت، 5 وسائل نقل مختلفة بتتجمع في محطة عدلي منصور المركزية في شرق القاهرة. بعد كده القطار الكهربائي الخفيف بيتحرك المرحلة الأولى والثانية بتاعته حوالي 70 كيلو، 12 محطة، بيمشي بقى موازي طريق مصر إسماعيلية عند التجمعات العمرانية كلها في شرق القاهرة، عندنا العبور، المستقبل، الشروق، بدر، الروبيكي، هليوبلس، لغاية ما يوصل لمحطة بدر. بعد كده بيتفرع فرعتين، فرع شمالا إلى مدينة العاشر من رمضان، وفرع جنوبا بتتجه إلى العاصمة الإدارية. المرحلة الأولى والثانية بتنتهي في محطة الفنون والثقافة زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي، فيبقى إجمالي المرحلة الأولى والثانية 70 كيلو، 12 محطة. طيب محطة تبادلية زي ما حضرتك قلت، محطة عدلي منصور، إزاي هيتم ربط القطار الكهربائي بخط السكة الحديد السويس القاهرة؟ هل هيتم تطوير هذا الخط؟ بالظبط كده، يعني طبعا في عملية، يعني كل وسائل النقل بتشهد، سواء القديم فيها بيشهد عملية تطوير وتجديد أو بننشئ خطوط جديدة. خط سكك حديد السويس بيتم تطوير 35 كيلو فيه، وهيتم ازدواج هذا الخط لغاية بدر لرفع مستوى الخدمة، وبيتقابل مع القطار الكهربائي الخفيف أو الخط الثالث لمترو الأنفاق في المحطة المركزية في عدلي منصور. طيب سيادة اللواء، عشان الناس اللي بتتفرج هتقول القطار الكهربائي ده انا هيفرق معايا في ايه؟ يعني نقول لهم هل مثلا المساله في السرعه، هل المساله في نظام حجز التذاكر المختلف في القطار الكهربائي؟ يعني هو يشبه الى حد كبير المترو الانفاق، ولكن هو مصنع خصيصا للمحطات اللي بتبعد اللي زياده عن 3 كيلو و4 كيلو، لكن هو نفس الجر الكهربائي مكيف سريع، بيمشي بسرعه من 80 ل 100 كيلو في الساعه، يعني هيوصل للعاصمه الاداريه في حوالي من 45 ل 50 دقيقه. امن تماما، ذكي، صديق للبيئه، كل دي عوامل ال ار تي، علاوه على انه يعني يتميز بحاجات كتير قوي عن وسائل النقل السطحيه. كل المشروع مجهز لذوي الاحتياجات الخاصه واصحاب الهمم، مجهز بسلالم كهرباء، القطر او الوحده المتحركه، القطار سريع،
بيتمتع بمعاملات امان كتيره، في كاميرات داخليه في العربيات، في لوح ارشاديه سواء على المحطات او داخل القطار لارشاد الركاب وارشاد ذوي الهمم، مجهز بمقاعد لذوي الهمم. الكلام ده كله يعني قيمه مضافه لاي عمليه نقل. بكل تأكيد. طيب نتكلم مع حضرتك دلوقتي عن عدد القطارات اللي وصلت حتى الآن، ومن أصل كام تم التعاقد عليهم، وكمان نطمن على معدل التقاطر لأنه مهم جدا. احنا المرحلة الأولى والثانية ليها 22 قطار، قطار 6 عربيات، احنا بالفعل وصل 18 قطار، وفي 4 جاري شحنهم حاليا أو هم في طريقهم إلى مصر إن شاء الله، هم دلوقتي اتشحنوا وهم في البحر. يبقى مع اول 10 ايام في الشهر القادم او الاسبوع الاولاني من الشهر القادم يبقى نقدر نوصل لل 22 قطار. في التوقيت الحالي ال 18 موجودين في مراحل اختبارات مختلفه، في الاختبارات المحليه على القطار نفسه، اول ما نتاكد منه يبتدي ينزل على السكه يتم تشغيله طبقا لبرامج تشغيل واختبارات معينه. احنا دلوقتي احنا وصل لنا 18، وباذن الله هيمشي المرحله الاولى والثانيه ال 22 زي ما قلت لحضرتك اول ما يوصل. طيب سيادة اللواء، عايز اطمن من حضرتك على مشروع مترو الانفاق في شارع الهرم، الاعمال وصلت فين؟ الخط الرابع. طبعا حضرتك الخط الرابع المرحله الاولى والثانيه بتاعته 19 كيلو، بيبتدي من حي الاشجار ويوصل مع الطريق الدائري يوصل لمحطه المتحف المصري الكبير، وبعدين ميدان الرمايه، وبعد كده يدخل شارع الهرم، يستمر في شارع الهرم لغايه ما يوصل ميدان الجيزه، يبتدي يعدي تحت النيل مرتين، مره لغايه المانيال، وبعد كده يعدي مره ثانيه الى مصر القديمه والفسطاط. هيقابل الخط الاولاني في الملك الصالح، وهيقابل بعد كده الخط السادس في الفسطاط. المشروع ده احنا ابتدينا فيه من حوالي 9 شهور. انا عارف ان في مشكله في مرور حاليا في شارع الهرم، لكن ده الدوله شافت ان هذا الحل حل جذري هيحل كافه مشاكل المرور المزمنه السطحيه في منطقه الجيزه سواء شارع الهرم او فيصل او المنطقه المحيطه. يعني انه دلوقتي في معاناه، لكن بعد كده الموضوع هيختلف اختلاف تام. هيحل مشكلة الأزمة المرورية السطحية في الجيزة بشكل نهائي بالارتباط مع الخط الثالث في منطقة المهندسين ومبابة والكتكات، مع حل مشكلة المرور في فيصل وشارع الهرم محافظة الجيزة مش هتشوف أي مشاكل في المرور تاني بإذن الله. طيب ده عظيم. حضرتك قلت فعلا في ازمه مرور في شارع الهرم، واحنا كلنا بنلاحظ حاجه زي دي واحنا بنعدي دايما من شارع الهرم، لكن احنا عندنا محور ترسى الناحيه الثانيه هو موازي لشارع الهرم، فنقدر حتى ان احنا نستخدم هذا المحور. هل تمت مراعاه الاماكن اللي يكون فيها مواقف لسيارات الميكروباص مثلا، يكون فيها محطات للمترو، الاماكن اللي فيها تجمعات؟ كل المشروعات الجديده كان توجيه رئيسي من سيادة الرئيس ان كل المحطات يتوافر بجوارها مناطق انتظار سيارات قدر الامكان. يعني عندنا كل المشروع ال ار تي كل محطه قدامها ساحتين انتظار للسيارات، المونوريل كل محطه هيبقى قدامها ساحه انتظار سيارات او جراج متعدد الطوابق. عظيم. نفس القصه بنحاول نوجد هذه الاماكن بالنسبه للخط الثالث والخط الرابع، اي مكان هنقدر نلاقي فيه بالقرب المحطه او في حدود 200 300 متر من المحطه نقدر نعمل ساعه انتظار او جراج متعدد الطوابق. ده بقى توجيه اساسي لينا. ليه؟ لان انا بعظم القيمه المضافه بين الناس، احنا عايزين نعود الناس تركب وسائل النقل العامه. الناس عشان تركب وسائل النقل العامه دي لازم تحس انها ذات رفاهيه ومعامل امان، وتتوفر فيها كل الاشتراطات السرعه والامان المطلوب، وبالتالي لما يتمشى 200 متر ويركب الوسيله دي ويبقى ضامن انه يتنقل من خط لخط هيبتدي اعتماده على الوسائل السطحيه سواء سيارات خاصه او وسائل عامه تقل، وده الهدف من شبكه النقل الذكي اللي احنا بننفذها حاليا. طيب مترو اسكندريه سياده اللواء بديل قطار ابو قير وصل فين؟
احنا حاليا في مرحله الطرح. احنا بالفعل بقى عندنا مجموعه من الشركات احنا بنختار بينهم، في اجراءات بنعملها بحيث ان قبل يعني مع شهر 8 او 9 هنكون ابتدينا فعليا بتنفيذ او تحويل قطار ابو قير من قطار عادي الى مترو. طيب سياده اللواء، هل في عمليات تطوير بتتم في الخطوط الاولى للمترو؟ اكيد. هو حضرتك عشان اخلي المواطن يستخدم شبكه الخطوط الجديده دي لازم اخلي الخدمه على نفس المستوى، بمعنى انها يبقى مستوى واحد من الجوده، لان لو اختلفت الجوده عن خط لخط ثاني هيحصل يبقى في مشكله، ما بقتش شبكه نقل ذكي. وبالتالي احنا بننشئ الخطوط الجديده وفي نفس الوقت عاملين خطه تطوير طموحه جدا للخط الاول والخط الثاني لمترو الانفاق، بحيث ان احنا اشترينا قطارات جديده للخط الاولاني، اشترينا 55 قطار مؤخرا، مضينا التعاقد بتاعهم، اشترينا ست قطارات للخط الثاني، واشترينا 20 قطار للخط الثاني قبل كده ودخلوا خدمه، اشترينا بوابات جديده، اشترينا ماكينات تذاكر جديده، ابتدينا ندعم المحطات بمكن التذاكر الصرف الالي. حاليا احنا في مراحل الدراسه النهائيه ان احنا نطور الانظمه والاشارات للخط الاول والثاني، بحيث ان مع نهايه السنه ان شاء الله نكون ابتدينا برضو في استكمال منظومه تطوير الخط الاولاني والثاني. طيب سياده اللواء، عايز اسال حضرتك عن منظومه التذاكر، وايه الجديد في مساله التذاكر؟ يعني ايه التطوير اللي هيحصل؟ التطوير اللي هيحصل، احنا في الاول كان عندنا خطين، الخط الاول والثاني، وحاليا بنستكمل الخط الثالث. بس خطه الدوله ان احنا شبكه ذكيه، الشبكه الذكيه دي يعني هتسمح للمواطن مش لازم يطلع من كل خط عشان يبدل مع خط ثاني يروح شبكه التذاكر يقطع تذكره. حجز الكتروني يعني؟ نعم يا فندم. حجز الكتروني للتذاكر؟ احنا دلوقتي بنعمل موقع الكتروني عشان نحجز التذاكر عن طريق التليفون او التليفونات الذكيه. بنعمل مواقع الكترونيه لينا عشان حجز التذاكر، هنعمل منظومه موحده للتذاكر للشبكه كلها، مش يتنقل ما بين خطوط المترو بس، ده ممكن ينتقل من خطوط المترو للال ار تي للمونوريل، كل هذه الوسائل احنا بندرس انها تبقى بتذكره موحده. نشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بشكر حضرتك على وجودك معنا يا فندم. طبعا هو أشار لنقطة مهمة جدا، أنه إحنا بنعمل خط رابع للمترو وفي نفس الوقت بنطور الخطوط القديمة. صحيح. إحنا بنركب المترو، فلما بننتقل من الخط الأول والتاني ونروح لخط العباسية مثلا بتاع العتبة ده، بنحس إن إحنا رحنا مواصلة ثانية خالص. المترو يا هدير التكييف شغال فيه ومطور ومعقم ومطهر باستمرار، فاحنا بنحس فعلا بالاختلاف. فهو اشار نقطه مهمه جدا ان احنا مش عايزين يكون في فرق ما بين الخدمات، لان الخدمه واحده والتذاكر واحده. الربط بين المنظومه عامه، حتى واحنا بنتكلم دلوقتي عن التذاكر سياده اللواء بيقول انه مش هتضطر تنزل من محطه لمحطه علشان تحجز تذكره ثانيه لانك محتاج تروح مكان ثاني، لا تحجز الكترونيا ويكون في ربط بين كل الوسائل المواصلات دي، فده شيء مهم جدا بالنسبه للناس، سهل، هيسهل الدنيا جامد قوي. ولما بنشوف الحاجات دي وبنشوف المونورال وبنشوف السرعه اللي الحاجات دي اتعملت بيها، هو يعني اعتقد انه ما حدش كان ممكن يتخيل انه ده يتحقق في الوقت القليل ده. فان شاء الله لما تشتغل هتفرق معانا كتير جدا في مساله الزحمه والمواصلات وتخفف علينا جميعا يعني. بكل تاكيد.